واستغلالها سياحيا. سفيان بوهون يفصل أكثر. هنا بحي الأمل ببلدية ميلا، حيث يعود بنا الزمن للفترة الرومانية، وهو ما تحتضنه الآثار المكتشفة بعد زلزال أوت 2020 وبروز أكثر لآثار المزرعة الفلاحية الممتدة للمدينة القديمة. ولاية ميلا لم تأخذ حقها من طرف الباحثين والدارسين الآثار القديمة، رغم ثراء إقليمها الذي تعاقبت عليه العديد من الحضارات عبر العصور، تركة معالم تحتاج إلى الدراسة والبحث. هي عبارة عن مزرعة اكتشفت أثناء بعد الهزتين الأرضيتين الأخيرتين هنا في الحي الأمل في ميلا، اكتشفوا مزرعة خرجت آثار رومانية. يعني باش نطلب من السلطات العليا للدولة أن تقوم بحفريات. استنادا للمصادر الرسمية، فقد حددت آثار لبنايات قديمة وأحجار مسقولة مختلفة الأحجام والمقاسات أيضا والقطع الفخارية، بيد أن المكنون التاريخي والحضاري ظل مغمورا تحت التربة بالحي، وضعية لقطاع الثقافة بولاية ميلا قول فيه. تم جرد ما تم العثور عليه بالموقع، ثانيا تم إرسال بعثة أثرية مختصة من وزارة الثقافة بتكليف من وزارة الثقافة، وهي بعثة من المركز الوطني للبحث في علم الآثار التي قامت بمعاينة الموقع في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مارس، ونحن الآن في صدد انتظار نتائج هذه البعثة والتوصيات لنقوم بعملية تنفيذها. التشققات واسعة وتزداد إبرازا لتلك الآثار، وأعد بشأنها مسح فوتوغرافي، لكن تأثير الفيروس كورونا بطأ عمل المختصين الذين ينتظر وزاريا كذلك تفعيل سريع وإقرارها منطقة محرمة للبناء الإسمنتي.